أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيل. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكور. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدون في الأرض مرتين ولتعلون علوا كبيرا. فإذا جاء وقت الله ما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. وكان وقدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرات عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وقت الآخرة ليسوء وجوهكم فإذا جاء وقت الآخرة ليسوء وجوهكم ولا يدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طيره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابه يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه
من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نخليك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة تجعلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذءوما مدحورا. ومن أراد الآخرة تبسع لها سخيها وهو مؤمن فأولئك كان سخيهم مشكورا. كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضكم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلهًا آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كان ربيان صغيرا. ربكم أكرم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأبابين غفورا. وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تخردن عنكم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما مخسورا. إن ربك يبسط رزقا لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقكم وإياكم،
إن قتلكم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء السبيل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مراحا إنك لن تخريق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلهًا آخر فتلقى في جهنم ملومًا مدحورًا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأنا القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجرا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولو على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا
انظر كيف ضربوا لك الأمثال، فضلوا فلا يستطيعون السبيل. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، فسينجدون إليك رؤوسكم ويقولون متاه. قل عسى أن يكون قريب، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وكل عبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينكم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يذهبكم. إن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف ضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، كان ذلك في الكتاب مستورا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بيها الأولون. وأتينا ثمود النكات مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وما جعلنا رؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس وشجرات الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. فإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقتينا؟ قال أريتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأكتنكن ذريته إلا قليلا.
قال أذهب فمن تبعك منكم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منكم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان فكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم ضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أخرجتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حسيبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم كثيفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناكم من طيبات وفضلناكم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في خزه أمنا فهو في الآخرة أخمى خزه أخمى فهو في الآخرة أخمى وأضل السبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا
ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقيمي الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أخرج ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا. كل يحمل على شاكلته، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. إلى رحمة من ربك، إن فضلك كان عليك كبيرا. قل إني اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لا يأتون بمثله ولو كان بعضكم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة كبيرا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذا جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم،
إنه كان بإبعادك خبيرا بصيرا. ومن يهدِ الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميانا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. أفلم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لكم أجلا لا ريب فيه أبى الظالمون إلا كفورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، وكان الإنسان كتورا. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء رب السماوات والأرض بصائرا وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. فأراد أن يستفزكم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمن، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وبكيرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أبدوا رحمن أياما ما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخفت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. فقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الفلك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا.